المسرحيه مسرح الاحلام هي مسرحيه موجهه للاطفال، الشريحه العمريه بين يعني 8 سنين 12 عام. حبينا في المسرحيه هذه من خلال موضوعها نبينوا اهميه المسرح اليوم في التربيه، يعني مسرحيه اخذت على عاتقها تبين موضوع المسرح، يعني تناولت المسرح هو بيده كموضوع. برنامج دريمز شباب هو بمثابة اليد اللي تمدت لنا باش تعاوننا باش توفر لنا المنحة هذه متاع الدعم باش ننجو ونخرجوا أعمالنا المسرحية، وهذه فرصة باهية للشباب.